نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بيشرفنا الزميل العزيز محمد الديك. منورنا يا محمد، والف مبروك. الف مبروك يا كابتن، والف مبروك للكباتن الموجودين في الاستوديو، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، مجلس الاداره، اللعيبه، الجهاز الفني. ليله الف ليله وليله، نهايه سعيده، نهايه عام سعيد. الاهلي امر 14/5 وخميس في 2023، ده كان ابرز الحاجات اللي بتكلم عليها الصحافه. النهارده النادي الاهلي العنوان الرئيسي في صحافه الامارات، الصحافه التونسيه، صحافه جنوب افريقيا، الصحافه المصريه. النهارده كل العالم بيتكلم على انجاز النادي الاهلي. نبدا يا كابتن سريعا من صحيفه البيان الاماراتيه، بتتكلم على الاهلي امر 14 في سماء ابو ظبي. بيتكلموا بيقولوا ان النادي الاهلي بخبراته في المواعيد الكبيره نجح في اقتناص الفوز في البطوله رقم 14 في كاس السوبر، وقالوا ان هو سطر انجاز تاريخ وواصل كتابه تاريخ جديد في سجل انتصاراته، وقال ان الاهلي يتوج باللقب للمستحدث في البطوله المستحدثه بمشاركه اربع فرق لهذا الموسم في اول ظهور ليها في نسختها الاولانيه. من البيان الى وكاله الانباء الاماراتيه وام، بتقول ان الاهلي يتوج ببطوله كاس السوبر للمره 14، وقالت ان النادي الاهلي النهارده كان الافضل رغم ان الفريق فيوتشر نجح خلال 10 دقائق في تسجيل هدفين للتعادل، الا ان النادي الاهلي بات اكثر الفرق المصريه تتويجا بكاس السوبر في دوله الامارات. دي المره الرابعه النادي الاهلي بياخد فيها كاس السوبر الاماراتي في على الامارات. وقالوا كمان ان النادي الاهلي نجح ان هو يضيف ضحيه جديده من ضحاياه في بطوله كاس السوبر بعد المصري والزمالك وبيراميدز والفريق الرابع فريق فيوتشر. من لصحيفه الاتحاد بتاكد كمان يا كابتن ان المباراه النهارده كانت حماسيه ومثيره خاصه في الشوط الثاني، وقالوا ان رغم ان فيوتشر نجح في ان هو يتعادل الا ان خبرات النادي الاهلي ولاعيبته تحديدا بعد التغييرات اللي اجراها وتراجع شويه في الاداء، الا ان لعيبه النادي الاهلي حتى في الاشواط الاضافيه نجحوا بخبراتهم التاريخيه وخبراتهم الطويله في تعديل النتيجه وتحقيق الفوز. برضه من الحاجات المميزه تاني ان صحيفه فار بوست الجنوب افريقيه بتتكلم على تالق بيرس تاو مع النادي الاهلي وصوله الى البطوله السابعه. بيقولوا ان لاعب البافانا بافانا بيرس تاو بيواصل تالقه وتصدير تاريخ مع النادي الاهلي. دي البطوله السابعه، هم بيقولوا ان هو اثنين دوري ابطال افريقيا، كاس السوبر مرتين، والدوري المصري، وحاسبين ميداليه البرونزيه بتاع كاس العالم للانديه. من جنوب افريقيا نروح لاذاعه موازيك التونسيه، بتقول ان علي معلول حقق اللقب او البطوله 18 مع النادي الاهلي. برضه من الحاجات اللي بيتكلموا فيها موقع ميس فوتبول، بيتكلم ده موقع بتوغال يا كابتن، بيتكلموا النهارده رصدوا النتيجه وزي ما قلت لحضرتك في بدايه الاستوديو ان النادي الاهلي يتفوق على الفرق اللي مدربها برتغاليين. هم النهارده برضه ركزوا ان المدرب مساعد جوزيه مورينيو بيخسر لقب قدام بطل افريقيا. صحيح. الصحافه المصريه بتتكلم على ليله مودست، كل الصحافه بتتكلم على ليله مودست تحديدا، وفرحانين بتالق مودست وعودته للتسجيل او للتهديف مع النادي الاهلي في كاس السوبر، وبيتكلموا على العديد من الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي النهارده البطوله 14 متفوق على جميع الانديه، ضعف الانديه كلها في بطوله كاس السوبر. صحيح. سبع انديه، سبع القاب. بيتكلم كمان على ان النادي الاهلي بيتوج للمره الثالثه على التوالي في الامارات مع مارسيل كولر، تحديدا مارسيل كولر للمره الثالثه على التوالي بيتوج بلقب كاس السوبر في بطوله في دوله الامارات. بيتكلموا كمان ان النادي الاهلي يواصل تحليقه في قاره اسيا بعد البرونزيه، كاس العالم النهارده بيحقق كاس السوبر. بيتكلم كمان على اللقب 150 وفي ناس 149 في بعض المواقع حسب كأس الاتحاد التنشيطية اللي كانت 1990 لقب للنادي الأهلي. في بعض المواقع الموقع الرسمي للنادي الأهلي مش حاسبه، فبيعتبر اللقب 149 للنادي الأهلي، ويعتبر النادي الأهلي زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان هو الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم. من الحاجات برضو الثانية اللي اتكلم فيها ان مارسيل كولر يتفوق على هيديكوتي او يعادل رقم كابتن هيديكوتي المجري هيديكوتي بست القاب. بس الفرق طبعا هيديكوتي قعد فتره طويله مع النادي الاهلي، وحضراتكم يعني معظمكم حضر الكابتن شريف كان متواجد، كان متواجد في الشكيله الاساسيه مستر هيديكوتي. ويتفوق على موسيماني
موسيماني حقق 5 ألقاب فقط في تجربته مع النادي الاهلي. بيتكلم كمان فكره ان يتفوق على الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه ب5 ألقاب في ولايته مع النادي الاهلي. برضه بيتكلم على رقم قياس الكهرباء. كهرباء اول لاعب في تاريخ كاس السوبر يسجل بقميص في ناديين مختلفين. سجل قبل كده في النادي الاهلي مع الزمالك وخسر 3-2 في كاس السوبر وكان في الامارات برضه. والنهارده بيسجل بقميص النادي الاهلي. من الحاجات الثانيه برضه مودست اول لاعب اوروبي يسجل. من الحاجات التاريخيه في كاس السوبر ان مودست اول لاعب اوروبي يسجل في بطوله كاس السوبر. دي كانت ابرز الحاجات الموجوده معانا كابتن. الف الف مبروك، نهايه سعيده للنادي الاهلي، وان شاء الله بعد الاجازه يبدا النادي الاهلي زي ما قال كابتن بلال الاستعداد بشكل قوي جدا لبطوله الدوري، ودي ان شاء الله تبقى يعني 2024 تبقى مليئه بالبطولات زي ما عودنا النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك والف الف مبروك. الف مبروك حضرتك. طيب سريعا كابتن قبل ما نروح نشوف اهل التجمع وفرحه اعضائه، رجل مباراه اليوم علي معلول. علي معلول